زين الحين هذا بيست اوف 5 لوزرز فاينل ماي لايف ماي لايف سوري ان مو مغير السكرين الحين بغير السكرين انا ماي لايف فيرسس تشارزارد ماي لايف فيرسس تشارزارد ماي لايف فيرسس سناكس تشارزارد الحين الكومنتس عندنا يمكن يستوي له سبام جو ماي لايف ما شاء الله ماي لايف انا من الناس اللي عندهم كاريزما نمدحه عشان يعزمنا على موكي كوكيز نحن عقب خالي ما يسمعنا بصوت عالي بعدين هي ويل جت ديستراكتد اوه والله مره ترى عاده شو يستوي عاده يوم الكاركتر ينزل يستوي له الهيت ستان بال مو بهيت ستان اللي هو يوم يدق الارض من ريكفري على البلاتفورمز البلاتفورمز يطلعون برا دي اس دي فا اوكي نايس اب سماش و 55% اونلي يعني حاليا بنشوف الشعار بيقدر يتم على هالليد ولا شو اسمه الحين عندنا نحن سانجو يا عشان كسبت الفولي ماله ماله سلمت سلمت ابوي ما سوى شيء ارض المجلس ضد الصدمات زين في شباب قادمين ملي يعني اه اوكي ياسي رمز الشباب يتحرق رمزني انا يقول غير الشاشه زين شوف تشارزارد معروف يعني تشارزارد مثلا اوكي انا والله اشوف يوم كل ما يسوي السايد بي يكون يعني مثل ما تقول ايزي تشانس فور بانش لان تعرف يكون عنده هال تعرف انه يطيح الارض وما ادري كيف وشي يعني حتى ليتل ماك يروم يسوي له جاب ريسن ليتل ماك تعرف ترى هو يعني كم مره انت بديت العب تشارزارد يعني ذات شيلد خلاص اوه ذات اندد الاب ثرو بس ما ادري سووا له نيرف اخر فتره ولا لا؟ لا ما شو كنت تقول عن تشارزارد تو ان يسوون انا كل ما العب ولد خالتي يسوي شيلد فيتم طايح على الارض لا سويت سايد بي هي كنا نلعب ميوتو وتشارزارد فهو يسوي دائما بانش بال ترى وايدين والله اوكي نايس ريكفري بالداون بي لان فيه شو اسمه سوبر ارمر اوه ذات انزت فيرست جيم كوز تو ماي لايف بيست اوف 5 زين حاليا ماي لايف 1-0 انا بعد كرزينا مين يعني اشوف ان الداون اير مال رزلينا ان عندنا نكباك شي اكثر يعني انه يوم هاي بيرسنت بس ما ادري شيء اسمه سويت سبوت السؤال ولا عنده لا ما عندها الا حق سبايك اوه نايس نايس النص نايس لازم والله البوكس ماله صراحه غريب صراحه الهيد بوكس ها 1-0 ماي لايف كيلك لكن شوفها شوفها اقول لك شوفها شوفها في يوتيوب شوفها في يوتيوب سبني انا هذا اللي قلت سايد بي زين وحين نرد للمباراه فاينل ديستنيشن ميجا مان فيرسس روزالينا الحين احس بيسوي جرافيتيشنال بول الى يوم الجرافيتيشنال بول بتستوي بلاك هول مو بان قصدي شيء خايس يعني بس زين لان لابسه اسود وشي فانا قلت يعني تعرف كان بلاك هول شي تسحب الاشياء وشي زين والله ناس تفكيرهم وايد بروجكتايلز يعني تفكيرهم اصلا كل حركات بروجكتايل جابز ما له بروجكتايل بس اللهم اظن التلت والفرونت اير هاي مو بروجكتايلز داون اير بعد ما يعتبر بروجكتايل يعتبر بروجكتايل اتوقع هي تو شيء نقع تو شو اوه مستر حمد الشامسي موجود ويانا على التويتش سلام عليكم اوه والله لو ودر شويه من وقت كان استوى الشيلد بريك شويه من وقت زين حمد الشامسي all the way from America اوه نايس اجكار اون انذر ليفل الشعر اون انذر ليفل اوه بس لين الحين ما شفت يعني ماي لايف تسوي لونر لاندنج مره زينه شو لونر لاندنج هذا؟ تنزل وتسوي السايد دوج لو ما تسحبها صوبك فيعطيك شانس تسوي اي سماش اتاك والله صراحه انا موليه ما اعرف اشياء عن روزالينا صراحه يعني انا الوحيد اللي اشوفه يلعب روزالينا غير يعني اون هاي ليفل ولا شيء اللي هو يعني دباس وبعد ما اشوف فيديوهاته وايد لان هيز ستايل اوف جيم يعني ات دزنت انترست مي يعني هالمشكله يعني صح تجيب له ريزلتس بس انه ما شو اسمه ما في اشياء شي او ماي جاد شي تعرف نفس يعني مثل ما الشاعر يسوي تعرف مرات ستيش سبايك مرات هذا شي فشي حلو حتى الشاعر انت لو تشوفه الحين وايد قام يسوي ريد يعني يتريى هذا شي يتريى لما مثلا
يشوف سناك شو بيسوي عقب هو يجلب عليه ولا يسوي له سماش ولا يسوي له بانش. شوف والله لوما مشكله مشكله لوما شوف هي بيب توستوك ولا لا تفوز على رزينة بس ما تروح تفوز على لوما. اوه اوه السكند جامب عنده زين all the way from America all the way from America انا الحين خلاص ابوي ساره تعرف على قوم زيرو ونايرا وهين ما يسوي لنا سالفه. My life is winning طال عمرك و two zero for my life. حمد الشامسي مستر حاء all the way from America. ياس تشوف الستريم عندنا الحين حاليا خلينا نشوف الكومنتري يو اي سماشرز. انا والله افكر اسوي ديزاين جديد حق يو اي سماشرز شو رايكم؟ احس سناك بيكون ضده. هذا ليش لونه ابيض؟ هذا ليش لونه لا 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 ماله ماله لا اتز لوزرز فاينلز حاليا مستر حق شو تقول؟ حذار الكومنتري اعطنا حذار الكومنتري. تعرف كل واحد حاليا مسوي لوجو فيه هالسماش بول ويا شي اشياء يعني تعرف انا قلت يمكن اسوي بعد شيء شي انترستنج يعني تحط برج خليفه شي في النص ولا شيء لازم برج خليفه. مستر حاي يقول حق شعب بالحظ زين المهم بس قلنا بصوت عالي عشان شو اسمه يسمعون. مستر حاء وينك يا اخي وينك انت زيرو سوت مالك كابتن فالكون مالك جيم اوف واتش مالك في كاركتر ما تلعب تهلك زين فحاليا والله الشار دومينيتنج صراحه يعني اول جيم كان صدق يلعب وايد اوكي والحين هالجيم بعد تقدم على تقريبا 40% توني رمس فهي عجب انه قام يجلب عليه زين معك يقول لا انا ما بخسر مو راضي اوكي نايس اير هتوه كان فير ولا لا ما كان فير صح كانت نير ها نير مالها شي شي تضرب اوه والله على البالي توه نزل الشعر لان في ايه ادري ادري بس اوه نايس دي اي نسمع كلمات 18 فوق الحين من الشاعر نحن تراي تو ميك ات بي جي 80 اب ثرو اب ثرو صراحه ان الله هاي سيسمي سيسمك توس اسمها هاي ان بوكيمون لانجويج باي ذا واي انا بوكيمون فريك ترى جاست تو ليت يو نو بوكيمون فريك انا ديجيمون فريك اوه ديجيمون وي دونت جو الونج وذ ايتش اذر ما ادري ليش كانوا يضربون على ديجيمون وبوكيمون مع اني انا وايد كنت احب ديجيمون ايام سبيس تون يعني صنديد وجلمود وربعه يعني كان شيء حلو والله زين وحاليا احنا نشوف ان ان ايفن ماتش حاليا والشاعر يحاول يسوي كومباك من بعد ما خسر اول ستوك اوكي والله نايس داون اير انتو داون سماش اتذكر يوم رمست ماي لايف قال انه بيستعمل بايونت ما شفت استعملها لين الحين والله تعرف كل واحد يقول بستعمل كاركتر شيء اخر شيء يجي في البطوله يتغير شيء فجاه تعرف يعني مثلا والله واحد عندنا نحن منه فيز ريبل اللي هو البح هذا كل بطوله يقول باخذ كاركتر كل اوه طلع الريج اوه نايس كيف سوى الشيء حق داون بي ما ادري صنديد قادم كاتبي سوف اصغر اخي مع انه ما كان يخصف اخوه كان هو يتطور يعني على اساس انه ما في سوالف ايفولوشن يعني عندنا نحن وان العرب اوه 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 من تحت الستيج اوكي ونشوف نحن حاليا الشاعر فاز وينرز وينرز لوزرز فاينل وحاليا عندنا ريماتش بتوين تميم وين راح تميم؟ سعودي عربيا